بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة الأعراف مكية كلها إلا 5 آيات، أولها: واسألهم عن القرية التي كانت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ألف لام ميم صاد. كتاب، أي هذا كتاب، أنزل إليك وهو القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد: شك. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة. وقال أبو العالية: حرج أي ضيق، معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به. معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به. لتنذر به، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به، وذكرى للمؤمنين، أي عظة لهم، وهو رفع مردود على الكتاب. وهو رفع مردود على الكتاب. مردود على الكتاب، على يقصد أنه بدل من الكتاب. فلا يكون ذلك حرج منه. كتاب إيش؟ كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أو معطوف على الكتاب. أعد المعطوف. لتنذر به، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به، وذكرى للمؤمنين، أي عظة لهم، وهو رفع مردود على الكتاب. الرفع والذكرى، قل وذكرى. وذكرى للمؤمنين، أي عظة لهم. وهو رفع مردود على الكتاب، يعني معطوف عليه. نعم. اتبعوا، أي وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى. قليلا ما تذكرون، تتعظون. وقرأ ابن عامر: يتذكرون بالياء والتاء. وكم من قرية أهلكناها بالعذاب، وكم للتكثير، ورب للتقليل. فجاءها بأسنا، عذابنا، بياتا ليلا، أو هم قائلون، من القيلولة، تقديره فجاءها بأسنا ليلا وهم نائمون، أو نهارا وهم قائلون، أي نائمون ظهيرة. والقيلولة الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له، إما ليلا أو نهارا. قال الزجاج: وأو لتصريف العذاب، مرة ليلا ومرة نهارا. وقيل معناه: من أهل القرى من أهلكناهم ليلا، ومنهم من أهلكناهم نهارا. فإن قيل: ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا، فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل: معنى قوله أهلكناها أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا. وقيل: فجاءها بأسنا هو بيان قوله أهلكناها، مثل قول القائل: أعطيتني فأحسنت إلي. لا فرق بينه وبين قوله: أحسنت إلي فأعطيتني، فيكون أحدهما بدلا من الآخر. ثم قال الله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق،
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فما كان دعواهم أي قولهم ودعاؤهم وتضرعهم، والدعوة تكون بمعنى الادعاء وبمعنى الدعاء. قال سيبويه: تقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين، أي في دعائهم. إذ جاءهم بأسنا عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، معناه لم يقدروا على رد العذاب، وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف. فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأمم، عن إجابتهم الرسل. وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، يعني فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأمم، عن إجابتهم الرسل. وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، يعني لنسألنهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل. نعم يسأل من ربك ومديهم نبيك لا شك. نعم، يعني نسألهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ. فلنقصن عليهم بعلم، أي لنخبرنهم عن علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطق عليهم كتاب أعمالهم، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا وعن الأمم فيما أجابوا. وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا وعن الأمم فيما أجابوا. قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال. وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وقيل: توزن الأشخاص. شوف كلام القرطبي على أول آية، تفسير القرطبي، تفسير محمد الأمين، من أول ألف لام ميم صاد إلى قوله والوزن. نعم، شوف كلام الشيخ محمد من أول السورة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأعراف، قوله تعالى: فلا يكون في صدرك حرج منه، الآية. قال مجاهد وقتادة والسدي: حرج أي شك، أي لا يكون في صدرك شك في كون هذا القرآن حقا. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وقوله: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والممتري هو الشاك، لأنه مفتعل من المرية وهي الشك. وعلى هذا القول فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن، كقول الراجز: إياك أعني واسمعي يا جارة، وكقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقوله: لأن الرسول معصوم من الشك. نعم، أحسن عليك. وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله: ولئن اتبعت أهواءهم، الآية. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك، ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء على أن المراد بالحرج في الآية الضيق،
أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا يلثغ رأسي فيدعوه خبزة، أخرجه مسلم. والثلغ الشدخ، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ. والثلغ الشدخ، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ، وهذا البطش مما يضيق به الصدر. ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقوله: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب الضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحد أن الحق قابل وذكر كلام الحق، والحق هو الكلام بالحق. وجمهور العلماء على أن المراد بالحرج في الآية الضيق، أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا يلثغ رأسي فيدعوه خبزة، أخرجه مسلم. والثلغ الشدخ، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ، وهذا البطش مما يضيق به الصدر. ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب الضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق، إلى غير ذلك من الآيات. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أو جميل: فخرجت خوف يمينها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرج. وقول العرج: عوجي علينا ربة الهودج، إنك إلا تفعلي تحرجي. والمراد بالإحراج في البيتين الإدخال في الحرج بمعنى الضيق كما ذكرنا. قوله تعالى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لم يبين هنا المفعول به لقوله لتنذر، ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: وتنذر به قوما لدا، وقوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إلى غير ذلك من الآيات، كما أنه بين المفعول الثاني للإنذار في آيات أخر كقوله: لينذر بأسا شديدا من لدنه، الآية، وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى، وقوله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله: لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فالإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين، ويدل لذلك قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم. ومن أساليب اللغة العربية التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما عام لجميع الناس كقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر الآية، لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. والثاني إنذار خاص بالكفار لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في اللغة العربية الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. ثم قال قوله تعالى وكم من قرية سم. نعم قرطبي شكرا القرطبي شغلنا نكمل كلام الشنقيطي والله نعم لا كلام القرطبي من ولد تفسير القرطبي عندك أحسن الله إليكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الأعراف وهي مكية إلا ثمان آيات، وهي قوله تعالى واسألهم عن القرية إلى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، صححه أبو محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد قوله ألف لام ميم تقدم في أول البقرة وموضعه رفع بالابتداء، وكتاب خبر كأنه قال ألف لام ميم صاد حروف كتاب أنزل إليك، وقال الكسائي أي هذا كتاب. قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى حرج أي ضيق، أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ، لأنه روي عنه عليه السلام أنه قال إني أخاف أن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، الحديث خرجه مسلم. قال الكياء فظاهره النهي. قال إيش؟ الكياء الهراسي لعنى الكياء؟ الكياء كذا هنا فظاهره النهي ومعناه نفي الحرج، أي لا يضيق صدرك كيا الحرج كذا إيش اسمه هذا؟ الكيا مفسر الراس الكيا الهراس هراسي هراسي نعم. قال الكيا فظاهره النهي ومعناه نفي الحرج عنه، أي لا يضيق صدرك أن لا يؤمنوا فإنما عليك البلاغ وليس عليك سوى الإنذار به من شيء. وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم وكفرهم. نعم. ومثله قوله تعالى فلعلك باخع نفسك الآية، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك، وليس هذا شك الكفر إنما هو الشك الضيق،
وكذلك قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته وفيه بعد والهاء في منه للقرآن وقيل للإنذار. أي السلام عليك، إذا قلنا أن الحرج هو الضيق يكون قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، يعني المراد به الخطاب للأمة حتى فلا يكون هناك حرج، هو خطاب للأمة كلها، لا ينبغي الإنسان يكون عنده شك من الأمة، يعني الجميع خطب به الأمة كلها. نعم أحسن الله إليكم. وقيل للإنذار أي أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه، فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوة الكلام، أي فلا يكن في صدرك ضيق من تكذيب المكذبين له. الثانية قوله تعالى وذكرى، يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض، فالرفع من وجهين، قال البصريون هي رفع على إضمار مبتدأ، وقال الكسائي عطف على كتاب، والنصب من وجهين على المصدر أي وذكر به ذكرى، قال البصريون، وقال الكسائي عطف على الهاء في قوله أنزلناه، والخفض حمدا على موضع لتنذر به، والإنذار للكافرين والذكرى للمؤمنين لأنهم المنتفعون به. لأنهم المنتفعون به. نعم. بس اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فيه مسألتان، الأولى قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعني الكتاب والسنة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالت فرقة وهذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وهذا قال فرقة. وقالت فرقة هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه، أي اتبعوا ملة الظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه، يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. سلام الله عليكم. أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. الثانية قوله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء، من دونه من غيره، والهاء تعود على الرب سبحانه، والمعنى لا تعبدوا معه غيره، ولا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا، وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياؤه. وروي عن مالك بن دينار أنه قرأ ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي ولا تطلبوا، ولم ينصرف أولياء، لأن فيه ألف التأنيث، وقيل تعود على ما من قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قليلا ما تذكرون، ما زائد، وقيل تكون مع الفعل مصدرا. أحسن الله إليك. السيوطي قال قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، استدل بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه. لأن المباح ما أمر به محل نظر. ها نعم. وكم من قريتنا، قوله تعالى وكم من قريتنا، قد استدل مثل السيوطي قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني قد استدل. نعم. قوله تعالى وكم من قريتنا أهلكناها، كم للتكثير، كما أن رب للتقليل، وهي في موضع رفع بالابتداء، وأهلكنا الخبر أي وكثير من القرى، وهي موضع اجتماع الناس أهلكناها، ويجوز النصب بإضمار فعل بعدها،
ولا يقدر قبلها لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ويقوي الأول قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ولولا اشتغال أهلكنا بالضمير لانتصب به موضع كم. إيش؟ ولو ولولا اشتغال أهلكنا بالضمير لانتصب به موضع كم. وكم من قرية أهلكنا. ويجوز أن يكون أهلكنا صفة للقرية، ويجوز أن يكون أهلكنا صفة للقرية وكم في المعنى هي القرية. فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم. يدل على ذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فعاد الضمير على كم على المعنى إذ كانت الملائكة في المعنى، فلا يصح على هذا التقدير أن يكون كم بموضع نصب بإضمار فعل بعدها فجاء بإضمار فعل بعدها. فجاء بأسنا فيه إشكال للعطف بالفاء، فقال الفراء الفاء بمعنى الواو فلا يلزم الترتيب. وقيل أي وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل إن الهلاك وقع ببعض القوم فيكون التقدير وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع. وقيل المعنى وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا، وهو الاستئصال. والبأس العذاب الآتي على النفس. وقيل المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا إياهم في وقت كذا، فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل البأس غير الإهلاك كما ذكرنا. وحكى الفراء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت، فيكون المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، مثل دنا فقرب وقرب فدنا، وشتمني فأساء وأساء فشتمني، لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، المعنى والله تعالى أعلم انشق القمر فاقتربت الساعة، والمعنى واحد. بياتا أي ليلا، ومنه البيت لأنه يبات فيه، يقال بات يبيت بيتا وبياتا، أو هم قائلون أو هم أي أو هم قائلون أي وهم أي وهم قائلون فاستثقلوا فحذفوا الواو، قاله الفراء. فقال الزجاج هذا خطأ، إذا عاد الذكر استغني عن الواو، تقول جاءني زيدا راكبا أو هو ماشيا، ولا يحتاج إلى الواو. قال المهدوي ولم يقل بياتا وهم قائلون، لأن في الجملة ضميرا يرجع إلى الأول فاستغني عن الواو، وهو معنى قول الزجاج سواء، وليس أول الشك بل للتفصيل، كقولك لأكرمنك منصفا لي أو ظالما. وهذه الواو تسمى عند النحويين واو الوقف واو الوقت. وقائلون من القائلة وهي القيلولة، وهي نوم نصف النهار. وقيل الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم. والمعنى جاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليلا وإما نهارا. والدعوى الدعاء، ومنه قوله وآخر دعواهم. وحكى النحويون اللهم أشركنا في صالح دعوى من دعاه، وقد يكون الدعوى بمعنى الادعاء. والمعنى أنهم لم يخلصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين. دعواهم في موضع نصب خبر كان واسمها
في موضع نصب خبر كان وغير إيش دعواهم في موضع نصب خبر كان واسمها إلا أن قالوا نظيره فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ويجوز أن تكون الدعوى رفعا وأن قالوا نصبا كقوله تعالى ليس البر أن تولوا برفع البر وقوله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أو ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا برفع عاقبة. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم دليل قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم دليل على أن الكفار يحاسبون وفي التنزيل ثم إن علينا حسابهم وفي سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب سم أرجع لا بغوي والوزن يوم ذي الحق. قال البغوي رحمه الله قوله عز وجل والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل. وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. والوزن يومئذ الحق. قال البغوي رحمه الله قوله عز وجل والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل. وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. نعم. واختلفوا في كيفية الوزن فقال بعضهم توزن صحائف الأعمال. وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وقيل توزن الأشخاص. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل توزن الأعمال. روي ذلك عن ابن عباس فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان. والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. فمن ثقلت موازينه الصواب أن توزن الأعمال والصحيف الأعمال والأشخاص أيضا. نعم كل هذا جاءت به الأدلة. نعم نعم جاء في بعضها. نعم السنة يثبتون الميزان وأنه لسان وكفتان. نعم. فمن ثقلت موازينه قال مجاهد حسناته فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون. قال أبو بكر رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. فإن قيل قد قال من ثقلت موازينه ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل. وقيل لكل عبد ميزان. وقيل الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به. وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان.
ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. نعم. قال: وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها أو باعتبار الموزون. نعم. ها؟ قال على الكفتين والشاهدين كيف؟ الكفتين والشاهدين. نعم. قال هو بداية الكلام أحسن الله إليك، قال: فإن قيل قد قال من ثقلت موازينه. نعم. ذكر بلفظ الجمع والميزان. نعم. واحد. نعم. قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل، وقيل لكل عبد ميزان، وقيل الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به، وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان. ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. فلذلك بصيغة الجمع. نعم. قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض، أي مكناكم، والمراد من التمكين التمليك والقدرة، وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب والمعايش. والمعايش جمع المعيشة. قليلا ما تشكرون فيما صنعت إليكم. قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال ابن عباس: خلقناكم أي أصولكم وآباءكم، ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتادة والضحاك والسدي: أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته. وقال مجاهد في خلقناكم: آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع، لأنه أبو البشر، ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذر. وقال عكرمة: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وقال يمان: خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشق سمعه وبصره وأصابعه. وقيل الكل آدم خلقه وصوره، وقيل الكل آدم خلقه خلقه وصوره، وثم بمعنى الواو. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم، فما وجه قوله ثم قلنا وثم للترتيب وللتراخي؟ قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام، أما على قول من يصرفه إلى الذرية فعنه أجوبة، أحدها ثم بمعنى الواو، أي وقلنا للملائكة، فلا تكون للترتيب والتعقيب. وقيل أراد ثم أخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم صورناكم. قوله تعالى: فسجدوا يعني الملائكة، إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي وما منعك أن تسجد، ولا زائدة كقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال إبليس مجيبا: أنا خير منه، لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين. والنار خير وأنور من الطين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس إلا بالقياس. أحسن الله إليكم، ما معنى قول ابن سيرين؟ نعم. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس إلا بالقياس.
يعني بقياس على عبادة الله، كل ما هو موجود يعبد. نعم. الشاهين. نعم، قال في القاموس الشاهين عمود الميزان. لعله تصحيف شل العبارة، لأن الميزان يشتمل على الكفتين. قال قوله. نعم، البغوي كلام البغوي. قال لأن الميزان يشتمل على الكفتين عندنا والشاهدين واللسان. عند الثعلب يعلى الكفتين والشاهين واللسان. وش لعله؟ لأنه مختصر من الثعلب كما قال الشيخ الإسلام. والشاهين. والشاهين قال هو إيش؟ في القاموس قال عمود الميزان. هو الأقرب. الشاهين. ما الشاهين. نعم. تصحيف. نعم. قال محمد بن جرير: ظن الخبيث أن النار خير من الطين، ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل، وقد فضل الله الطين على النار من وجوه، منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر، وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع، فأورثه الاجتباء والتوبة والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع، وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار، فأورثه اللعنة والشقاوة. ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفرقها، ولأن التراب سبب الحياة فإن حياة الأشجار والنبات به، والنار سبب الهلاك. خلقت من الطين. قال بعضهم: وما علم الأبله أن الطين خير من النار، فهو يزكو وينمو وينبت في الرزانة والثبات، والنار فيها العلو والطيش والخفة، ولا تبقي ولا تذر. كيف يقول أنا خلقته من طين وأن النار خير من الطين؟ نعم. ثم قال الله تعالى: سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. في كلام الشريط زادة طويل، مفاضلة بين التراب بين الطين والنار معروفة. طيب. بعض العلماء ذكر أن فيها بطل التقليد. نعم، يستدلون بها الوصولين على أن تتبعوا ما أنزل لكم من ربكم، والاتباع معنى اتباع الدليل خلاف التقليد. نعم. ذكر هذا المقيم في إعلام الموقعين، الشيخ محمد عبد الوهاب ذكره في مسائل. يعني نعم، التقليد في الأصول يعني، أما التقليد في الفروع العامي له أن يقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. صلى الله عليك. الطبري قال: وأما قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن جواب إبليس إياه إذ سأله ما الذي منعه من السجود لآدم، فأحوجه إلى أن لا يسجد له، واضطره إلى خلافه أمره به وتركه طاعته، أن المانع كان له من السجود، والداعي له إلى خلافه أمر ربه في ذلك أنه أشد منه أيدا وأقوى منه قوة وأفضل منه فضلا لفضل الجنس الذي منه خلق، وهو النار. هذا الذي خلق منه آدم وهو الطين، فجهل عدو الله وجه الحق وأخطأ سبيل الصواب، إذ كان معلوما أن من جوهر النار الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علوا، والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الخبيث بعد الشقاء الذي سبق له من الله في الكتاب السابق على الاستكبار عن السجود لآدم والاستخفاف بأمر ربه، فأورثه العطب والهلاك. وكان معلوما أن من جوهر الطين الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبت، وذلك الذي هو في جوهره من ذلك كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه في الكتاب السابق
إلى التوبة من خطيئته ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة. ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان أول من قاس إبليس، يعنيان بذلك القياس الخطأ، وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله وبعده من إصابة الحق في الفضل الذي خص الله به آدم على سائر خلقه، من خلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه وأسجاده له الملائكة وتعليمه أسماء كل شيء من سائر ما خصه به من كرامته. فضرب عن ذلك كله الجاهل صفحا، وقصد إلى الاحتجاج بأنه خلق من نار وخلق آدم من طين. قال شيخ الإسلام صلى الله عليه، وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين، أحدهما أمر بما لم أو أمر بما لم يأمر، أمر بما لم يأمر الله به كالشرك والنهي ونهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات، فالأول شرع من الدين أو شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يعني يرجع إلى شيء شرع شيء لم يأذن بالله به وتحريم ما أحله الله. نعم، يرجع إلى هذه الأمرين. نعم، الله تعالى هو المشرع وهو المحرم والمحل. نعم، فلا يجوز أحد أن يشرع شيئا غير ما شرع الله، ولا يجوز شيئا أن يحرم ما أحله الله أو حل ما حل ما حرمه الله. نعم. صلى الله عليك. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: قال فاهبط منها، أي من الجنة، وقيل من السماء إلى الأرض، وكان له ملك وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزاء. كلامه في الوزن، أنت أراه الكلام في كلام البغوي في الوزن، والوزن من الحق. ها، ما في زيادة، ما في بقية كلام، والوزن ماذا حش قول وزن ماذا حق البغوي هي بغي. نعم، قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، يعني نعم، يوم السؤال. نعم. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. نعم. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان. وإيش؟ قال: نعم، قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. نعم. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان. نعم. وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. طيب، كمل، استمر. أكمل ولا أكمل؟ نعم، أكمل، استمر. واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال. وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. وروينا، هذا المعروف في الحديث. نعم، ولا أرجع حديث لأهل السنة. نعم نعم نعم. فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة، البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فقيل: توزن الأشخاص. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل: توزن الأعمال. الحمد لله، حديث ابن مسعود، أن رضيح كشفت عن ساقي ابن مسعود فضحك الصحابة،
قال أما تضحكون قالوا من دقة سقيف، فقال والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فدل على أن الأشخاص الشخص في الحديث أن يثاب الرجل العظيم السمين لا يجنح عند الله لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالصحائف توزن والأعمال توزن والأشخاص توزن، كل هذا جاءت به النصوص. نعم. وقيل توزن الأعمال. نعم. روي ذلك عن ابن عباس فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان. والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبة. نعم. فمن ثقلت موازينه قال مجاهد حسناته. الامتحان والجزاء، الامتحان في الدنيا والجزاء في الآخرة. نعم. فمن ثقلت موازينه قال مجاهد حسناته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازين يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازين يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. فإن قيل قد قال من ثقلت موازينه ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد، قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل، وقيل لكل عبد ميزان، وقيل الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به، وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهين واللسان ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. وقيل جمع باعتبار الموزون، مثل الموزون الموزون. نعم. قوله تعالى: وقد مكناكم في الأرض، أي مكناكم، والمراد من التمكين التمليك والقدرة، جعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب والمعايش جمع المعيشة، قليلا ما تشكرون فيما صنعت إليكم. قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال ابن عباس: خلقناكم أي أصولكم وآباءكم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتادة والضحاك والسدي: أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته. وقال مجاهد في خلقناكم آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع، لأنه أبو البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل: خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذر. وقال عكرمة: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. أحسن الله إليك. وقال يمان، وقال إيش؟ أحسن الله إليك. وقال عكرمة: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. خلقناكم ثم صورناكم. طيب. وقال يمان، قال من؟ يمان. يمان. خلق الإنسان في الرحم، أو خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشق سمعه وبصره وأصابعه. وقيل الكل آدم خلقه وصوره، وثم بمعنى الواو. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم، فما وجه قوله ثم قلنا وثم للترتيب وللتراخي؟ قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام. أما على قول من يصرفه إلى ذرية فعنه أجوبة أحدها ثم بمعنى الواو،
أي وقلنا للملائكة فلا تكون للترتيب والتعقيب. وقيل أراد ثم أي أخبركم أنا خلقنا الملائكة واسجدوا أنا قلنا للملائكة اسجدوا. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم. قوله تعالى فسجدوا يعني الملائكة. ليش بعد خلق آدم ثم بمعنى الواو وقلنا للملائكة؟ نعم هذا يزول الإشكال، ما تكون ثم للترتيب. هو ذكر أول شيء إذا كان لآدم فقال يستقيم، فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم فما وجه؟ نعم قيل على قول من يصف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام، أما على قول من يصف إلى الذرية فعنه أجوبة وساق الأجوبة الثلاثة. ثم قلنا كيف يصف كل الذرية ثم يكون الذرية ثم قل كيف يكون الذرية سجدوا والأمر للملائكة كيف يكون الذرية، أما على قول من يقول ثم صورناكم للذرية يعني ثم قلنا للملائكة تصوير إلى آدم ثم صورناكم يكون التصوير للذرية والخلق لآدم وثم عنه أجبة أن ثم بمعنى الواو أي وقلنا لملائكة فلا تكون الترتيب والتعقيب. طيب بعده والثاني أراد ثم أخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا تقدير. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم. نعم يعني تقيد مع الواو يزال أشكال. نعم ما تكون استنافية. نعم زاد ثم. نعم قوله تعالى فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين أي لآدم. لم يكن من الساجدين أي لآدم فقط. نعم قال أي الله تعالى يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي ما منعك أن تسجد ولا زائدة لقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال إبليس مجيبا أنا خير منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار خير وأنور من الطين. قال ابن عباس أول من قاس إبليس فأخطأ القياس فمن قاس الدين بشيء من رأيه قارنه الله مع إبليس. قال ابن سيرين ما عبيدت الشمس إلا بالقياس. قال محمد بن جرير ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل وقد فضل الله الطين على النار من وجوه منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاجتباء والتوبة والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطنش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار فأورثه اللعنة والشقاوة. ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفرقها ولأن التراب سبب الحياة فإن حياة الأشجار والنبات به
والنار سبب الهلاك. نعم. قوله تعالى قال فاهبط منها. طيب صفة الثبات الرسل النار. والثبات والنار صفتها الخفة والعلو والطيش والهلاك. نعم. نقل كلام ابن جرير حسن. نعم. قوله تعالى قال فاهبط منها أي من الجنة، فقيل من السماء إلى الأرض، وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر. وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضر، فلا يدخل الأرض إلا خائفا على هيئة السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها. إيش هذا وصف الإبليس؟ إيش؟ قال أي من الجنة. وقيل من السماء إلى الأرض، وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضر. عرش إبليس. فلا يدخل الأرض إلا خائفا على هيئة السارق مثل أو مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها. قوله تعالى فما يكون لك أن تتكبر بمخالفة الأمر فيها، أي في الجنة، فلا ينبغي أن يسكن في الجنة ولا السماء متكبر مخالف لأمر الله تعالى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي من الأذلاء والصغار الذل والمهانة. أطمار يعني عليه ثياب يعني كان أطمار يعني سلسة سابقة فيروع حتى يخرج منها. نعم يعني حتى يخرج منها مثل آدم عليه لباس فلما عصى بدت له سواته وسقط الثياب. نعم. قال أي إبليس عند ذلك أنظرني، أي أخرني وأمهلني فلا تمتني إلى يوم يبعثون. إيش هذا المصور هذا؟ لا صور، لا صور، روح مكان آخر الصور. هاي. نعم. قال إبليس عند ذلك أنظرني، أي أخرني وأمهلني فلا تمتني إلى يوم يبعثون، أي من قبورهم، وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث ألا يذوق الموت. قال الله تعالى إنك من المنظرين، أي المؤخرين، وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر فقال إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. قال فبما أغويتني، اختلفوا فيما قيل هو استفهام يعني فبأي شيء أغويتني، ثم ابتدأ فقال لأقعدن لهم، وقيل ما الجزاء. فبما أغويتني ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفوائد أمر إبليس بالسجود، قال فيها سؤال الله فيها أن الاستدلال بالعموم صحيح، ما منعك استدلال بالعموم؟ قال فيها أن الاستدلال بالعموم صحيح. أين العموم؟ ما منعك أن تسجد إذ أمر بالسجود؟ هذا العموم ولا خاص هذا؟ نعم. على هذه أيضا قال يسجدوا الأمر الملائكة يدخل فيه إبليس يعني فيها إيش؟ أن الاستدلال بالعموم صحيح. ثم ذكر الآية التي بعدها فيها أن كثيرا من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حلها بل جوابهم العقوبة. طيب السيوطي ذكر على نفس هذه الآية
قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إلى المرتب، قال لكيا يدل بظاهره على أن اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، لأن الذم عدق على ترك الأمر المطلق. قريب من كلام الشيخ، يقول الأمر العموم والأمر المطلق. طيب، بارك الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.